من خلال متابعة معالي وزير الداخلية المحترم والسيد مدير الجنسية العام والسيد مدير الجوازات بتفاصيل الدقيقة. ومثل ما تحدثت حضرتك هي منظومة متكاملة. نعم. جواز إلكتروني، فيزا إلكترونية، وبوابات إلكترونية. البوابات الإلكترونية بالتأكيد بدأ العمل بها منذ فترة في مطار بغداد. في مطار بغداد. في المحل الأولى في مطار بغداد. ومن ثم راح تنطلق في بقية المطارات. نعم. جيد. مزايا البوابات الإلكترونية، الفيزا الإلكترونية. أمانة كما أسلفت أنه المشروع متكامل. نعم. ليتم من أجل أن تكون هنالك نقلة نوعية في الجواز. لابد أن يكون هناك مرتبط بالبوابات الإلكترونية. جيد. لذلك حتى يأخذ المشروع مدياتها المخطط لها لابد أن يتمتع المواطن حامل الجواز الإلكتروني بميزاته، وأهمها ميزاته أنه ينتقل في مطارات العالم ويمر عبر البوابة الإلكترونية. وضح للمواطن موضوع اليوم أنا وحضرتك والتأكيد الكادر فاهمين هذا الموضوع بالتفصيل. نعم. لكن اليوم المتابع المشاهد الكريم يريد يعرف شنو موضوع البوابة الإلكترونية. البوابة الإلكترونية كما هو معروف هنالك الجواز العادي يمكن أن يمر عبر الكاونتر العادي. البوابة الإلكترونية يمكن أن يقرأ البوابة بدون وجود الموظف، بدون وجود أي 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 ضابط مسؤول عن هذا المسألة. يمر المواطن عبر الجهاز حصرا. نعم. يتم قراءة الجواز والتأكد من بياناته. يمر يضع الجواز على الجهاز ويتم القراءة، تنفتح ويتم التقاط صورة وبصمة وتثبيت حضوره وتثبيت كل تفاصيل، كل تفاصيل اللي يتم يعني نقدر نقول عذرا للمقاطعة بالحاسبة ويثبتها ضابط الجوازات. هي راح تمر عبر البوابة الإلكترونية ولم يتم أخذ ختم الدخول أو المغادرة لأنه هي سجلت إلكترونية في البوابة. سجلت إلكترونية. نعم. Thank you.